أخبار اليوم. التشنج الحراري. يعني إيه التشنج الحراري؟ التشنج الحراري هو حدوث تشنجات بعد ظهور حرارة. من 10-15% من الأطفال يا جماعة عندهم تشنجات الحرارية، اللي هو ارتفاع درجة حرارة الجسم يؤدي للتشنج. المعلومات المهمة في التشنج الحراري، أول حاجة يا جماعة إنه التشنج دوت مش بسبب شدة الحرارة. الأم تيجي تقول ده من الحرارة وصلت 40 فتشنج، لا، ده ممكن من 38، ممكن يبقى أخذ مضاد حيوي وتشنج، ممكن، عشان ما نقولش إيه لازم ياخد مضاد حيوي في الأول عشان ما يتشنجش، لا، يبقى ممكن الطفل دوت يتشنج حتى لو حرارة 38، ممكن يتشنج وهو واخد خافض حرارة، وممكن يتشنج وهو واخد مضاد حيوي. فبالتالي مفيش حاجة اسمها ان الطفل دوت اول ما يسخن عشان عنده تشنجات حرارية يحصل ان احنا نديله مضاد حيوي. المعلومة المهمة في التشنج الحراري هو ان الطفل دوت بيظهر عليه تشنج امتى؟ من 6 شهور ل6 سنين، عشان نحفظها، من 6 شهور ل6 سنين. قبل 6 شهور لو الطفل تشنج من حرارة يبقى بسبب اخر، وبعد 6 سنين لو تشنج من الحرارة يبقى بسبب اخر، وبنعمل فحوصات في هذه الحالة. يبقى مهم جدا نخلي بالنا انه التشنج الحراري بيحصل من 6 شهور ل6 سنين. معلومة مهمة جدا، ازاي نتعامل مع الطفل لما يحدث ليه التشنج، عشان ده هي اهم نقطة في الكبسولة. ايه هي؟ الطفل حصل التشنج، الام بتحطه على حاجة مش ناشفة، حاجة طرية، بحيث ان هو ما يتخبطش ما يتعورش، بتنيمه على ظهره، بتلف رقبته على جنب، وبتفتح بقه شوية بحيث ان لسانه ما يقعش جوه بقه، وبتحسب بالساعة 5 دقايق. لو الطفل دوت حصل له انه الوعي بتاعه ورجع لطبيعته بعد ال5 دقايق، يبقى كده الامور بسيطة، وتتجه للطبيب بتاعها بحيث يقرر ايه سبب الحرارة وايه علاج الحرارة. لو الطفل دوت بعد 5 دقايق ما فكش، التشنجات ما زالت موجودة، يبقى لازم تتجه لأقرب مستشفى، مش عيادة، أقرب مستشفى، عشان ممكن يحتاج حقن للتشنجات عن طريق الوريد، ودي بنديها في حالة ان الحرارة، آسف، في حالة ان التشنجات الحرارية زادت عن 7 أو 8 دقايق. المعلومة المهمة، مفيش حاجة اسمها ندي خافض حرارة منتظم عشان التشنجات ما تجيش. التشنجات الحرارية لو هتيجي حتى لو الطفل بعد ما نزل حرارة ممكن يتشنج. نلم الموضوع كله بقى في كلمة واحدة، التشنج الحراري لازم الأم تتحلى بالثبات الانفعالي، يعني لازم تهدى خالص، نيمه على حاجة طرية، تلف رقبته على جنب وتحسب على إيدها 5 دقايق، فك كل هدومه وتحسب له 5 دقايق. لو الطفل ده التشنج راح يبقى انتهت القصة وتروح للطبيب بتاعها، لو ما راحش لازم تتجه لأقرب مستشفى. لازم الام تعرف ان سن الطفل دوت من 6 شهور ل6 سنين، فوق 6 سنين لازم يعمل فحوصات، اقل من 6 سنين لازم يعمل فحوصات.